للمرة الثانية تواليا يؤكد فلاديمير بوتين إن جيشه يصد الهجوم الذي كانت أوكرانيا تستعد له منذ أشهر بأسلحة غربية، خصوصا لإخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المحتلة. بوتين قال خلال لقاء صحفي عقد بالعاصمة موسكو بحضور صحفيين وكتاب يغطون النزاع منذ بدايته أن أوكرانيا لم تحرز أي نجاح في هجومها المضاد وأن الخسائر بكييف تقترب من الكارثة. فلاديمير أكد أن أوكرانيا خسرت منذ بدء هجومها من 25 إلى 30% من المركبات العسكرية، أي أكثر من 160 دبابة و 360 عربة مدرعة، فيما أكد أن روسيا فقدت 50 من دباباتها في القتال. تداعيات تصاعد الهجمات بين الطرفين جعلت الرئيس الروسي وبلاده تتدارسان مسألة الخروج من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب عدم احترام البنود الخاصة بتصدير الأسمدة الروسية بحسب موسكو.